دكتور ماجد، طبعا هنتكلم النهارده عن اليوز اوف كورتيكوستيرويدز ان هوسبيس كير، يعني الناس مثلا اللي عندهم مرض مفيش امل في انه يشفى منه، والانسان قدامه وقت قصير للوفاه. الهوسبيس كير ده نوع من الرعايه للناس دي، يعني عايزين الوفاه تبقى فيه أعراض أقل جدا لو ممكن، ويعني يقولوا عليهم موت الرحمة، يبقى الإنسان لا يعاني ويشقى بالمرض اللي هو فيه، يبقى له ممرضات متخصصين، وغالبا بيشرف عليهم طبيب وبيدوا أدوية زي المورفين مثلا، الحاجات أدوية الألم زي الأتيفان، الأدوية اللي هي بتهديهم. فالمهم ان العيان تبقى الوفاه وفاه رحمه. من الحاجات اللي لها استخدامات ايضا في الناس دي اللي هو الكورتيزون. هو بس عايز ايه؟ ان الواحد يبقى حريص معاه. طبعا الكورتيزون الضرر بتاعه معروف، اضرار كثيره، بس الفايده احنا يعني ويينج الفايده قدام الضرر. ففي الناس دي ممكن أول فايدة أكتر من الضرر. إيه أنواع الكورتيزون اللي بنستخدمها في الناس دي؟ هما الثلاثة دول أكترهم طبعاً، التالت ده هو الديكساميثازون. يبقى في هيدروكورتيزون، بريدنيزولون أو الديكساميثازون، ودول ال 20 ملي جرام من الهيدروكورتيزون يماثل 5 ملي جرام من البريدنيزولون، يماثل 0.75 ملي جرام من الديكساميثازون. الديكساميثازون هو اكتر واحد بيستخدم لكذا سبب. اول حاجه ان هو ما بيعملش حبس للميه، تجمع للميه وتورم في المريض الا بدرجه اقل من الحاجات التانيه، الكورتيزون التاني، وممكن زي ما احنا شايفين اهو 0.75 يماثل 20 ملغ هيدروكورتيزون، يعني عدد البيلز او الاقراص هيبقى اقل بكتير من الكورتيزون الثاني. وبرضك ان انا ممكن الديكساميثازون اديه كحقن تحت الجلد، خلاص. فدي كذا ميزه، وطبعا طويل المفعول. السايد افكتس على الديكساميثازون لو انا وقفته، اللي هي اخر حاجه دي، الديكساميثازون كان بي ستوبد ابرابتلي، يعني لو انا بستخدم 4 ملي جرام او اقل من الديكساميثازون لمدة 3 أسابيع ممكن أوقفه بدون محتاج إن أنا أوقفه بالتدريج، ممكن أوقفه على طول. بالنسبة لو أنا استخدمه في فترة أطول، يعني 4 ميلي جرام بس هديه لمدة شهور ولا حاجة يمشي، ممكن دي جرعة حلوة لو انت تقدر تدي العيان اقل من 4 ملي جرام، مفيش مضاعفات قوي، يعني العيان بيقدر يتولوريتد، وده كويس للعيانين ان هم مثلا الوفاة هتبقى بعد ايه كذا شهر، خلاص. فممكن تديهم اقل من 4 ملي جرام هتبقى جرعة كويسة. اكتر من 4 ملي جرام غالبا بعد كذا، يعني شهر شهرين، هيبتدي بقى يحصل من مضاعفات. ايه المضاعفات بتاعت الكورتيزون عامة والديكساميثازون؟ في اول ايام بتبقى رفع السكر، ان السكر يزيد، وخصوصا في مرضى السكر، الفلويد ريتينشن، الميه تتجمع، وان برضك يحصل شويه منتال ديستربنس. بيختلف من عيانين، في عيانين يسبب له قلق في النوم، في عيانين بيحصل له اجيتيشن، بارانويد، يعني يبقى مصار، فمش كل العيانين، في عيانين فعلا النفسيه بتاعتهم تتغير ويبقى زي مجنون، فما ينفعش ايه الناس نكمل معاها. ده الافكت اللي هو في ايام، بيبان في اول كام يوم. اللي بيبانش الا بعد اسابيع، اللي هو شكلهم بيبقى كوشينويد، وبيبقى معرضين للانفكشن، ومعرضين للقرح المعده. دايما يستحسن طبعا ان احنا ندي معاهم دواء يحمي المعده اللي هو البي بي اي، زي مثلا كونترلوك، المجموعه دي. ممكن يحصل كمان بروكسيمال ماسل ويكنس بعد اسابيع. اللونج تيرم بقى بعد ايه اشهر،
وسنين ممكن بقى فاسكولار نكروزس اوف ذا بون، يحصل لهم كسر في بالظبط عضلة الفخذ، عظمة الفخذ، ونتيجة الاوستيوبروزس او الهشاشة. خلاص يبقى ده اخد بالي لما اكتب الكورتيزون للناس دي اللي هم في الهوسبس كير، ان انا اقول ليه حدي، هل هو لان الفويد بتاعته اهي هيعمل لي ايه؟ في جرعات من 2 ل 4 مللي جرام هيحسنني الانوريكسيا، خليهم يقدروا ياكلوا احسن، يحسوا بنشاط اكتر، مزاجهم احسن. خلاص فلا شك يعني دو جرعه صغيره 2 ل 4 مللي جرام ممكن تحسن المريض. وناس زولا كده كده في وفاه بعد كام شهر، فمش مهتم انا بالتاثير بتاعه على المدى الطويل، اهم حاجه هيفيدهم في المدى القصير. من 4 ل 8 مللي جرام لانتي اميتيك يمنع الفوميتنج اللي هو عايز يرجع، وكمان بيفيد في النيرف كومبريشن بين او الليفر كابسول بين. من اكثر من 16 مللي جرام اللي هي الجرعات الكبيره دي بنديها للناس اللي عندها زياده ضغط المخ اللي هو الانتركرينال بريشر، او ان السرطان مثلا ولا حاجه ضاغط على السباينال كورد اللي هو النخاع الشوكي، او في حاجه اسمها سوبر فينا كيفال اوبستراكشن اللي هو الوريد الكبير اللي في الرقبه ده يحصل له اتقفل، او في فيسكاس عندي برونكاس او اي حاجه حصل لها قفل. الجرعات الكبيره اللي هي 16 مللي جرام او اكتر بتفيد في الحالات دي. لما اجي بس ادي زي ما اتفقنا جنرال بوينتس، لما اجي ادي الكورتيزون للناس دي عامه بقول السبب ايه، واشوف كده السايد افكتس اللي حصلت، وبحمي المعده، وخد بالي من السكر رئيسه اكتر، اطمن مفيش زياده السكر، وممكن ادي انتي فانجل مثلا نستاتين مثلا للبق. والناس اللي بياخدوا ادويه مثلا زي الفنتوين كاربيمازبين محتاج اعمل دبل للدوز الكورتيزون، لان هو بيقلل دول بنقول عليهم انزيم انديوسرز، بيقلل الكورتيزون في الجسم. طبعا اول ما ببتدي الكورتيزون وقعدت اكتر من 3 اسابيع طبعا بنعمل تيبرنج. الناس الطوال الاوسيوبروزس يعني هياخدوا الدواء لمده طويله، بندي معاهم حاجه تحمي العظم خصوصا بعد 6 شهور، حاجه زي مثلا زي الفوساماكس او الريزيندرونيت 35 مللي جرام اسبوعيا. اوكي يبقى ده استخدام هام للكورتيزون، يمكن قليل في مصر بس ممكن نميل اليه في علاج الناس اللي هم بيحتاجوا في هوسبس كير، وفي كده كده وفاه، فالناس دي بتريح على قد ما تقدر، فتديهم الكورتيزون بشرط على قد ما تقدر ما يكونش الايه الاعراض الجانبيه بتاعته اكتر من فائدته. اوكي.